النقطه الثالثه، فلسفه كولر اتغيرت يا جماعه. كولر منذ مباراه سان داونز اللي انتهت بفوز سان داونز 5-2، بصوا على نتائج الاهلي الافريقيه والمحليه. الاهلي منذ هذه المباراه لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها ما دخلش مرمى الا هدف واحد، وكان في نهائي كاس مصر امام بيراميدز في المباراه اللي انتهت بفوز الاهلي 2-1، والاهلي فاز بلقب كاس مصر. وبالتالي انت بتتكلم ما يقرب من حوالي 10-12 مباراه محليه وافريقيه ما دخلش مرماك اي هدف. فبالتالي انت بتتكلم على مباراه صعبه جدا. فبالتالي انا بتكلم على فكره ايه بقى؟ ان الاهلي منذ هذه المباراه لغايه اللحظه دي لا، قدر يحافظ على نظافه الشباك وقدر يغير فلسفته بشكل كبير جدا في المباريات اللي بيلعبها. بصوا على كل المباريات المحليه هدف واحد. بصوا على المباريات الافريقيه، راح كسب القطن الكاميروني 4-0، بعد كده جه كسب الهلال السوداني في القاهره 3-0، ادي 7 اهداف. راح لعب في المغرب هنا في القاهره، قصدي لقاء المغرب في الاول في القاهره، كسب 2-0، فدي بتتكلم في 9 اهداف. راح المغرب هناك اتعادل 0-0، جه مع الترجي كسب في تونس 3-0، ادي 12 هدف، وفي القاهره 1-0، 13 هدف. يعني منذ لقاء الجوله الرابعه مع سان داونز الاهلي كسب كل المباريات الافريقيه، اتعادل بس مباراه واحده وجاب 13 هدف، ولم يدخل مرماه اي هدف، لم يدخل مرماه اي هدف. ففلسفه كولر اتغيرت. الاداء الجمالي في كاس العالم للانديه، الاداء الجمالي في دوري ابطال افريقيا، الراجل شايف ان لا، الفلسفه دي مطلوبه بس مش في كل المباريات. عشان كده اداء الاهلي اختلف، طريقه الاهلي اختلفت، تغييرات وتعديلات على التشكيل والمراكز اتغيرت. فده نجاح للمدرب، ابتدى يشوف اخطائه ويعدلها ووصل للهدف اللي هو عايزه، نهائي دوري الابطال.